أعزائي المشاهدين والمتابعين متابعي المصير في كل مكان، أهلا بحضراتكم في جولة إخبارية جديدة من جولات المصير. المكان اللي احنا موجودين فيه ده يا جماعة قاعة الماسة بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية. ده يعني يعني بيستضيف هنا معرض لأجهزة العرائس وللأجهزة اللي هي تابعة للسراير والحاجات ديت كلها، وتابعة للأدوات المطبخ وتجهيز العرائس وتجهيز البنات اللي داخلة على جواز. المعرض هنا في قاعة الماسة بمدينة الحسينية. طبعا هنخش كده وناخد جولة كده لحضراتكم ونعرف الأسعار كمان ونعرف كل حاجة بالنسبة لقاعة بالنسبة للمعرض اللي جاي من بورسعيد هنا لمحافظة الشرقية، علشان خاطر يخفف العبء ويخفف المعاناة عن المواطنين بالنسبة لتجهيز العرائس، كل ما يلزم المطبخ وكل ما يلزم أوض النوم وكل ما يلزم العرائس وكل ما يلزم التجهيزات والحاجات الجميلة دي موجود هنا في المعرض هنا في مركز ومدينة الحسينية في قاعة الماسة هنا بمركز ومدينة الحسينية. طبعا قاعة الماسة قاعة محترمة جدا ودايما يعني بتستضيف دايما المشاريع الجميلة والحاجات الحلوة والمعارض اللي دايما بتساعد المواطن والمعارض اللي دايما بتخفف عن المواطن. المعرض اللي موجود قدام حضراتكم ده معرض فيه من الإبرة للصاروخ بالنسبة لتجهيز العرائس وتجهيز المطابخ وتجهيز الحاجات دي كلها، حاجة كده كلها حضرتك هتشوف وهتعرف الأسعار معانا دلوقتي حالا، وهتشوف كل حاجة بتلزم المطبخ بتاع حضرتك وكل حاجة بتلزم تجهيز بنتك أو تجهيز بنت حضرتك. يعني زي ما حضراتكم شايفين في بطاطين بكل الأشكال وبكل الأنواع، هنحاول نعرف الأسعار إيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعالي صور حضرتك شوية؟ وعليكم السلام. قول لي بقى، كلمني شوية عن المعرض وأنتوا جايين منين وبقالكوا كام يوم هنا؟ احنا بقالنا هنا كده يومين. يومين. النهارده تاني يوم. أنتوا منين أصلاً؟ من أبو كبير. من أبو كبير ولا من بورسعيد؟ أبو كبير. عذراً أعزائي المشاهدين، احنا قلنا بورسعيد، هم من أبو كبير. تمام، طيب قول لي أسعار البطاطين دي إيه بقى؟ دي بطاطين ولا مفارش؟ لحفة؟ دي لحفة. لحفة. كبير وأطفال. كبير وأطفال. الكبير بيبدأ معاك من أول 750. الأطفال بيبدأ معاك من أول 1100. تمام تمام جميل، يلا نتقدم شويه كده، تعالى جوه كده البيت المفروش. طيب قول لي بقى برضو بالنسبه للاسعار اللي هناك، انا شايفه قمه صيني واركوبال واركوبايركس وتيفال وحاجات. شاوي جاتو، اركوبال، اركوبايركس، تيفال، جرانيت. تمام. ستلس. كل حاجه. كل حاجه موجود. عندك طقم الجرانيت بيبدا من اول 1600. فين طقم الجرانيت ده؟ بس انا مش عارفه بصراحه. اللي هو الاحمر اللي هناك ده. كله جرانيت. جميل جميل جميل. تمام. تمام. بيبدا من كام وينتهي عند كام بقى؟ 650 بيبدا. بيبدا من 1650. اللي عند كام بقى؟ بينتهي حسب ما انت عاوز. طيب بينتهي لعند مثلا 3 4 5000؟ لو عايز ب 6000 موجود. ب 6000 موجود. تمام، احنا كان علينا عايزينه ببلاش. طيب بقول لك عندي كده وعندي كده. عندي طقم الصيني بيبدا من اول 3500. طيب حضرتك بتبيع ارخص من من اللي بره من العادي بكام؟ بقد ايه في المية مثلا؟ لا، الزبون يسال هنا ويسال بره. لا انا عايز اعرف منك، اللي قاعد في بيته ومش عايز ينزل في الحر، عايز يعرف 20 او 30% عن اللي بره. عن بره. وجوده غير الخصم اللي احنا عاملينه، والجوده اعلى وخامه حلوه. تمام، تعالى نخش بقى في الضله شويه كده. تمام تمام. الله، ده في حاجات حلوه جوه كتيره، في مفارش بقى والحفه وحاجات تانية اهيت في عند. الله، دي البطاطين بقى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ده كله معرض اهوت اعزائي المشاهدين والمتابعين، ده معرض لتجهيز العرائس. فين بقى؟ كلمني كده. دي البطاطين. تعال نشوف شكل البطاطين الجميل ده. بكام بقى بتبدا؟ من كام وتنتهي عند كام؟ وكام كيلو؟ في 8 كيلو عامله 1300، ال 7 كيلو عامله 1200، ال 6 كيلو عامله 1100. ما شاء الله، حلو. كل وزن سعر. وكل وزن سعر. طب تعالى ندخل بقى على المفارش والحاجات الحلوه الجميله ديت. في عندي الملايات اللي هي الساده والملعوش، اطفال وكبير. في عندي الفور. اعلي صوتك شويه، تعالى. ماشي، اتفضل. تمام. ده بكام بقى المفارش دي؟ بتبدا من كام؟ الطقم بيبدا من اول 285. من اول 285. ده سرير كبير ولا سرير صغير؟ سرير كبير. سرير كبير وسرير اطفال الاثنين. من اول 285. طب الخامه ايه؟ بيقول لك الخامه تركي ولا الخامه؟ الخامه السعر الهادي بيبقى بنسبه 90%. 90%. 90%. جميل. 100% على حسب ما انت عاوز. في كل الاسعار. في كل الاسعار وكل الاصناف، ولكن المقياس ان انت بتبيع ارخص من بره ب 20%. صح كده؟ تمام كده. صح كده؟ تمام كده. وكل حاجة موجودة على كل شكل وكل لون. عندك كل شكل بالنسبة اللي أنت عاوزها، الشكل اللي أنت محتاجه. تعالى ما نتجول في وسط الجمال ده ووسط الحاجات الحلوة دي.
طبعا يعني اعزائي المشاهدين المعارض دي احنا محتاجين منها كتير، محتاجين منها كتير عشان خاطر نساعد الناس، واللي مش قادر يجهز يلاقي حاجه خفيفه كده، حاجه يجهز حتى على الاقل يبقى قدامه كذا لون وكذا حاجه، ما يكونش محصور في حاجه معينه وفي لون معين وفي شكل معين وفي سعر معين، يكون قدامه حاجات كتير ويكون قدامه كل الانواع وكل الاجهزه وكل المفروشات علشان خاطر يقدر يعني يجهز بنته. تعالى كده انا شايف الله شويه حاجات حلوين جدا جدا هم. ده ايه ده بقى؟ ده اطقمت ايه بقى؟ اطقم شربات، اطقم كاسات كريستال. ما شاء الله. ايه الاسعار بقى؟ كلمنا عن الاسعار. تعالى قرب مني شويه. الكاسات بيبدا معاك من اول 75 جنيه. تمام، بيبدا من اول 75 جنيه. 75 جنيه. الشربات بيبدا من اول 250 جنيه. طقم الشربات من اول 250 جنيه. تمام. عندي طقم ال 12 بيبدا من اول 240 جنيه. طقم 12 قطعه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. انا شايف جمال يا اخي، انا شايف بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. جمال، حاجه فخمه جدا. الطقم الجميل ده بكام؟ الطقم الجميل ده؟ الطقم الجميل ده تركي. تركي؟ تركي. عامل كام؟ ده انا بفهم برضه في الحاجات دي. الطقم ده تركي ده عامل 240 جنيه. 240 جنيه؟ ده طقم عصير صح؟ ده طقم كاسات. كاسات. بسم الله ما شاء الله، حاجه في قمة الحاجات الحلوة والروعة، يعني تقدر تجهز بنتك بأشيك الحاجات وبأجمل الحاجات برضو، وبأسعار على قد الإيد، أرخص من بره ب20%. يعني لو حضرتك هتجيب من بره ب100 جنيه هنا هتاخد ب80 جنيه مثلا، يعني أنا بضرب لحضرتك مثال. حاجات بسم الله ما شاء الله جميلة جميلة جدا 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 جدا، ودي كلها كاسات زي ما قال لنا الباش مهندس المتخصص في المعرض والمتخصص في الحاجات اللي هو القائم على البيع هنا وعلى الشراء. طب تعالى بقى نشوف الحاجات الجميله دي كده، اشرح لنا بقى. انتوا رسلوا نفس الرصه بتاعه المطبخ اهو. قول لي الطقم الجميل ده بكام بتاع الكوبايات ده؟ طقم المجات ده المجات 295 جنيه. وده الاثنين زي بعض؟ ما شاء الله حاجه جميله. والفناجين دي حاجات اعلى اعلى. طب ده بقى بالنسبه ايه سعره كام؟ بالنسبه لده ده طقم لوتس. لوتس. ده شركه فتحي محمود فنجان ده، بس دي الرسومات التركي. ده عامل 750. ده عايز له كنكتين قهوه يتحط فيه. بس حاجه حلوه جدا جدا جدا. تسلموا تسلموا تسلموا، بصراحه حاجه حلوه جدا. ده ايه ده؟ طبق ايه ده؟ طقم شوربه. طقم شوربه يا عم ده هيسنور العريس وهو بيشرب فيه. والست بولاه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، حاجه حلوه جدا. ده ما بيقشرش؟ لا ما بيقشرش. المذهب ده ما بيقشر منه فيه؟ منه فيه. يعني ما يقشرش عن ضمانك؟ على ضمانك. بكام بقى؟ ده عامل 1450. 1450 لشرب الشوربه بس. لشرب الشوربه. جميل. ده طقم توابل؟ ده طقم توابل. توابل برضه فيه. كوبايات للشاي، حاجات جميله. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، حاجه حلوه جدا وحاجه محترمه وحاجه يعني بصراحه الاسعار زي ما بتقولوا كده، زي ما الناس بتقول لنا القائمه على المعرض، ان هو ارخص من بره من اي مكان بره ب20%. وانت تعالى بقى واكسب الفرق ده واكسب السعر ده، وجهز بقى بنتك، جهز اختك، جهز اي حد انت حابب كده تساعد وتجهز، حتى لو انت كمان محتاج تطلع حاجه لله برضو كمان، الحق وتعالى خد اسعار جميله واسعار مخفضه ب20% عن بره. اهدي بيها مامتك، اهدي بيها مراتك، اهدي بيها اخواتك، اهدي بيها حبايبك. حتى لو عايز برضو يعني تساعد في حاجه لله، او تاخد مثلا تجهز بنت يتيمه، تجهز بنت مسكينه، بنت محتاجه، تعالى وخد اسعار جميله جدا جدا كده. خلصنا طقم وخلصنا القسم بتاع الكوبايات والاطقمه والحاجات الجميله بالاسعار الجميله المحترمه. هنروح كمان نحاول ندي حضراتكم يعني نبذه كده عن الفوط كمان، لان الفوط شيء مهم جدا في البيوت المصريه، وكمان زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت دي الفوط. قول لي بقى اسعار الفوط كام يا جميل؟ الفوط بتبدا معاك من اول 250 جنيه. من اول 250؟ 250. حلو قوي جميل. تركي ولا خامات قط؟ بس خامات خفيفه شويه. ماشي. الفوطه خفيفه. الفوطه خفيفه، بس هي خامتها قطن صافي، ما تحببش ما تنزلش لون ما تطلعش وبر. جميل جميل جميل، حلو جدا 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 ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. طب ايه ده؟ انا شايف ده ايه؟ انا شايف حاجه مشرشبه زي المصلي. ده برضه فوط؟ دي فوط. نوع جديد ده؟ نوع جديد ده. اشكال جديده، اللي هو ده زي بشكير الحمام يعني، زي ما بيقولوا كده صح كده؟ تمام كده. معاكم برنس او معاكم حاجات من ديت ولا؟ لا مش فيه صح؟
يعني شو. طب كام الدستة؟ الدستة عندك كام اللي هي بادئة معاك من السعر اللي انت قلته لنا ده؟ الاول 250 بتبقى علبة فيها 3. فيها 3 فوط 250. طب وريني حاجة فخمة كده تركي مثلا. تركي؟ انت عارف دايما الستات والحريم. ده تركي؟ ده تركي فما بكام؟ بكام ده؟ دي عاملة 720. 720 ما شاء الله. فيها كام قطعة؟ 3 4 4 قطع. 4 قطع. عندي برضو حاجات زي دي كده. ده تركي فما قطن صافي. 550. ما شاء الله. عندي حاجة ب 450. ما اكيد اسعار فيها، بس احنا بنحاول نبص على احسن حاجة. بس برضو خامات قطن بسيطة شوية. اكيد اكيد اكيد. دي عامله 250. 250 ما شاء الله. حاجه حاجه برضو زيها تاني. دي برضو 250. الله 250. جميله جميله. حاجه زي دي كده. في عندكم فوط مطبخ كده وحاجات صغيره؟ دي عامله 300. 300 اللي هي الصغيره بتاعه المطبخ اللي بتستخدم في المطابخ دي. عندي اللي بتاعه المطبخ بس السفره. زي دي كده. ما شاء الله ما شاء الله. فوطه سفره. ما شاء الله حاجه جميله. شوف عايز تظبط نفسك او عايزه يا ست الكل تجهزي بنتك، تعالي وخدي بارخص الاسعار وبارخص الاثمان من المعرض اللي موجود في قاعه الماسه في محافظه الشرقيه في مركز ومدينه الحسينيه. طبعا القاعه جميله وبتنزل عروض دايما، كمان حتى عروض شهر 9 كمان في عامله تخفيضات، حتى لو في عريس في عروسه عايزه تيجي كمان تعمل فرحها هنا في تخفيضات كمان وفي حاجات كده. والناس هنا بيساعدوا كل الناس اللي بتيجي وبتقصدهم، وكل الناس اللي بتحب تيجي تعمل افراحهم عندهم بيساعدوا وبيعملوا فيها حاجه لله وبيعملوا فيها. اهو دي كده شكل القاعه جميله، برضو بتعمل مبادرات حلوه وبتعمل جمال وبتعمل عروض برضو كمان، علشان خاطر لو حد محتاج يجي يعمل ومكسوف، او حد يجي يعمل ومش وفلوسه مش مقضيه، او حد عايز يجي يعمل فرحه وعايزه واحده تيجي تعمل فرحها يتيمه مسكينه مش قادره ما معهاش، تيجي وتكلم اداره القاعه هنا. ناس محترمين جدا وناس كمان بيحاولوا ان هم يساعدوا المحتاج ويحاولوا يساعدوا المسكين، وعاملين عروض في شهر 9 كمان، ومن ضمنها كمان المعارض اللي موجوده هنا اللي دايما بيستضافوها ودايما بيكونوا عينيهم مع المواطن. اعزائي المشاهدين بكده يكون وصلنا لنهايه لقائنا عن المعرض الخاص بتجهيز العرائس وتجهيز البيوت والمنازل. على امل ان نلقاكم في يعني لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.